سودة شلهاني، بهاي الكلمات اللي غنتها زهور حسين قبل أكثر من 70 سنة، هتفت بعض الأطراف رداً على فساد بملفات مسجلة بختم وزارة النفط، وعددها تراكم برفوف الهيئات الرقابية بعنوان هذا لوني من يوم اللاوني شلون وليش؟ هسه نعرف. ملفات الفساد بوزارة النفط موجودة من أيام جولات التراخيص، لأن الوزارة نظمت 5 جولات تراخيص لحقول نفطية وغازية من العام 2009 وحتى العام 2018 بمشاركة شركات عالمية، لكن أكو جهات أعلنتها بعبارات صريحة وقالت العقود بها شبهات فساد، أبرزها امتناع وزارة النفط عن نشرها العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية لمدة 10 سنوات على طريقة أهل مكة أذرب شعابها، وبعدها العقود الوهمية، وهاي سالفتها ثخينة لأن الشركات الأجنبية الفائزة بجولات التراخيص توقع عقود ثانوية وشركات أجنبية ما عندها سجلات بمؤسساتنا الحكومية، يعني حرامي وعينه صلفة. بس دقيقة، اللجنة المالية البرلمانية وعلى لسان النائب فيصل العساوي عنده موقف يقول إدارة النفط فاشلة والجولات كانت تدار بنفس طائفي. هي جولة التراخيص في عام 10 وفي عام 9 وفي عام 11 جولة التراخيص كانت واضحة تدار بنفس طائفي حتى تتكلم بهذه الصراحة، وركزت جميع العقود في جنوب العراق، وبالتالي حرمت حقول نينوى وحقول كركوك وحقول الأنبار وحقول ديالى وحقول كردستان، حرمت من جولة التراخيص الأولى. لكن القصة بعد بها تكملة، والفساد بالوزارة جذورة واصلة لكل مؤسساتها، مثلا شركة سومو المتهمة بهدر بالمال العام يوصل ل 40 مليار دولار، والسبب الشركة الوطنية عندها عقود وصفقات، وحدة منها إعفاء الشركات المشترية للنفط الأسود من خطابات الضمان اللي تجبر الشركات على تنفيذ تعهداتها بالعقود، وتجاهل طلبات من لجنة الطاقة البرلمانية لإيقاف العقود الموقعة ويا شركات مشبوهة عندها مساومات بقصة تخفيض العلاوة السعرية، أبرزها شركة شعاع الطاقة. بس دقيقة، وزير النفط من سألناه على شركة سومو وملفات فسادها رد علينا بدافع ما نعرف أسبابه. هناك سوء تفاهم ما بين إدارة سومو وبعض الجهات الرقابية والتشريعية، يعني بهاي المرحلة حاولنا أنه نقلل من هذا سوء التفاهم. كثير من الجلسات سويناها ويا لجنة الطاقة ولجنة النزاهة البرلمانية. هناك سوء تفاهم، سومو شركة ملاكها ما يتجاوز 240 موظف مخولة من قبل الدولة العراقية لإدارة الثروة النفطية تصديرا واستيرادا. نعم. عليهم مسؤوليات كبيرة. منذ عشرات السنين سومو تعتبر صندوق شبه مغلق عن الجهات الخارجية بسبب حساسية العمل لديها وسبب تعاملها بالثروة النفطية. هاي عرفناها، لكن سالفة العقود ويا شركات البرهم وكارو قيوان اللي تملكها أحزاب كردية وين صارت؟ المعلومات اللي وصلتنا بوقتها تقول شركة توزيع المنتجات جددت عقود التصفية وياها، وتجاهلت تقارير من لجان تحقيقية شخصت هدر بالمال العام بعقود كار وقيوان يوصل لـ 220 مليون دولار بالسنة. بس شنو أسباب استمرار بالتعاقد وياها؟ الله أعلم. صحيح وزارة النفط قبل أيام قررت سحب يد مدير عام الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري ومدير قسم العقود والمواد بالشركة علي حارث حكمت، لكن إجراءات الوزارة بمكافحة الفساد لحد الآن ما شفناها، والدليل استمرار التعاقد ويا شركة إيجيلتي الكويتية للخدمات اللوجستية بعقد عنوانه تقديم الخدمات بالمنافذ الحدودية. هنا نائب رئيس الوزراء الأسبق بها الأعرج علق على استمرار التعاقد ويا إيجيلتي وقال أنا أقول الشيء واحد، والله والشعب العراقي اليوم نسمع ماكو شركة، يعني 90% من الشركات التي تأخذ الآن العقود هي تأتي من جهات سياسية، ولذلك قسمت هذه الخبزة في هذه المؤسسات على الجهات السياسية. لا تقول لي اليوم الشركة المهنية، الشركة المختصة، الشركة النظيفة لا تتعامل مع العراق. بس دقيقة، ملفات الفساد سالفتها ما رح تخلص، لأن أكو ملف عنوانه شركة موقعة باسم أرض اليمامة مصممة برنامج يضبط حسابات زيت الغاز مجهزته الشركة توزيع المنتجات بعقد رسمي، لكن البرنامج طلع مخترق ويسجل خروج شاحنات وهمية والحمولات الحقيقية تنباع بالسوق السوداء. صحيح مجلس النواب سجل دعوات لاستجواب وزير النفط حسان عبد الجبار، لكن لحد الآن لا شفنا الجلسة ولا معالي الوزير. بس أكو بعض الأطراف كشفت عن معلومات تقول أكو توافق برلماني على سحب الثقة من الوزير، يعني كثرة ملفات الفساد وغياب المحاسبة يمكن نتيجتها تبين بالأيام الجاية إذا ما صارت القضية توافقية وتنحل بالتراضي. حتى بعدها نقعد نسمع ردني اللي تعني يا يما ردني.
رجعني مضوع عليك يا هواي ردني المشاي.